Teki 438 akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 1 dan seterusnya pada halaman 574 dengan komposisi lagu Bayati Nahawan Ros Soba. Untuk bersiap-siap peserta dengan nomor Teki 427. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا أشد وطئا وأقوم قيلا في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
Inna hadhihi tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى سبيلا. صدق الله العظيم.